السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل المشاهدين والمتابعون الكرام. فهذا محبكم وحبيبكم عمر أبو حفص الحيلي كحييكم. كنقول لكم أخوتي وحبابي مرحبا وسهلا بكم. زفاف سعيد ديال خونا علال القلدة علال قادوس. انطلاقا من قول الله جل في علاه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. جا الأجل ديال خونا علال القادوس، دابا نمشيو إن شاء الله عند أم ربيعة، فمرحبا وسهلا بكم. تابعونا يا إخواني، دابا نمشيو عند أم ربيعة وتسمعوا يعني رد الفعل ديالها وكيفاش يعني بانها تزوج لينا بخونا علال القادوس. فمرحبا وسهلا بكم، وكنوعدكم بان الرجوله من الطفوله. ما تنساوش اخوتي الاشتراك في القناه ديال خويا علال القادوس، كنحط لكم الرابط في اول تعليق او في الوصف. تابعوا، تعالوا هلموا الى حاجتكم. متابعي قناه ابو حفص الحيلي مرحبا بكم. قبل مشاهده الفيديو لا تنسى دعم المقطع بلايك، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. دمتم أحرار، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الفضلاء الكرام، أحييكم يا إخواني. خوت الحباب، كيف ما وعدناكم قلنا نمشي إن شاء الله عند أم ربيعة. فصراحة يعني والله العظيم أنا سعيد وفرحان، وكتشاهدوا أخوتي الفرحة على وجهي. يعني كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق بأن أم ربيعة نعرضوا عليها الطلب هذا، فسبحان الله العظيم رحبت بينا وقالت مرحبا، وحتى هي قالت يعني كتمنى ترجع الشباب ديالها. وكيف ما كتشاهدوا اخوتي حنا في قلب ديال البيت ام ربيعه، فمرحبا وسهلا. ها ام ربيعه، تبارك الله، لا ام ربيعه العزيزه الغاليه على قلوبنا، كل مغاربه ام ربيعه كيحبوك، بالخصوص ملي استجبتي لهذا الطلب هذا. الله يفتح عليك. الحمد لله والشكر لله واتوكل على الله. ام ربيعه حيي المشاهدين، بدا حيينا المشاهدين. يا إخواني وأخواتي، يا المتشاهدين في وجهي في هذه الصورة في هذا الفيديو، يا مولاي الكريم يا أرحم الراحمين، ارحمتيني بإخواني وأخواتي المحسنين والمؤمنين من عندك يا ربي يا العزيز الغفور الرحيم. أهيتيني قلبي وحيتي لي غمتي وافتحتي لي عقدتي بأخي عمار، سيدي عمار هو الأول في هذا المكان، أتى عندي وفرح لي قلبي وشاف مكاني وشاف فراشي وغطايا بما أتغطى إلا بخمشة واحدة واحدة نفرشها، وحمدت الله وكل شيء الله عليه قدير. اللي ما يقبلش ما قبله الله، انا قبلت على ما كان لي في الاول وفي الاخر. تقول يا مولاي الكريم يكون اخيري افضل من الاول، ككل انسان في الاول بقي صغير يخدم ويتكركب مثل الكوره اللي كتلعب ما بين الذكوره، هذا يضرب من هنا وهذا يضرب من هنا، حتى كتوصل الكرة مشى في الشبكة، ويربح المؤمنين والمحسنين بجنات النعيم بتلك الكرة. أنا واحدة من الكرة، ولكن مني الله سبحانه وتعالى. يا رب العزيز الغفور الرحيم، يا رب العزيز الغفور الرحيم، حبيت قلبي وحبيت قلوبه المحسنين والمحسنات من الرجال ومن النساء ومن المؤمنين ومن الصالحين، يا رب تصلح ريهم كما صلحوا لي وجيبتي بإذنك. يا رب العالمين أرسلتي إلي هذه المحسنين
والمحسنات وكلهم أتوني برزقهم من عندك سبحانه وكملوا لي في هذه الحياة الدنيا. يا رب العزيز الغفور اغفر لهم واغفر لنا. أمين. يا ربي اعطف عليهم واعطف علينا جميعا. أمين. كلنا نحن عبادك من نعبد إلا سواه إلا سبحان الله العظيم صاحب الملك الكبير وهو على كل شيء قدير. يا رب العزيز يا رب الحنين حنيتني في قلب كل مؤمن والمؤمنات ورغبتيني برضاك ورضيتيني برضاك وغطيتيني بسمائك وفرشتيني أرضك مثل الحرير وغطيتيني بالنسمة من الجنة في سماء العليا وأتوسل إليك وأنظر إلى القمر وأنظر إلى الشمس في النهار وأشوف النجوم الكبار والصغار وكل نجمة تكون مع أخواتها. يا مولاي الكريم هكذا آنت أنا مجموعة مع إخواني وأخواتي وفرحوني قلبي ما عندي لا بنية ولا وليد إلا سوى الله لي ولجميع عبادي. يا أركن الراكعين سبحانه من إخوات الصالحين صلوا على نبينا سيدنا محمد اللهم صل وسلم على الحبيب من عباد الله هو الأولين. أم ربيعة اسمح لي أنا نوقفك. الله يجازيك بخير، شكرا بزاف على الابتهالات وعلى الكلام الطيب بحق المشاهدين بحق المحسنين، فكنقول لك جزاك الله عنا كل الخير. اسمحي لي وقفتك الله يجازيك بخير وانا كنحشم نتكلم قدامك والله. يعني السؤال اللي غنقول لك واش عرفاني انا علاش جيت لعندك؟ جيتي لعندي على الزواج. علاش ام ربيعة؟ على الزواج. نعم ام ربيعة تكلمي لنا في هذه النقيطة ام ربيعة. انا فرحت بقلبي. هذا الكلام اللي قلته كنت فرحانه لانني انا نائمه وانت وقفت علي في واحد الرجل الله اكبر ممتاز ولابس عليه الابيض فيش شي هادشي في المنام اقسم لكم بالله يا ايها الكرام هذا الكلام ما قلت لي من قبل هاد دابا قلت لي اقسم بالله ربي على ما اقول شيء هاد المفاجات فاجاتني بها اقسم لكم بالله يعني طلبت منا جيت لعندها قلت لها ربيعة ها يعني قلتها لها قلت لها ربيعة واحد السيد سميتو علال القادوس راه معروف وكيحبوه المغاربه وكيحبوه الجمهور المغربي يعني راه بغى يعني يتقدم للخطبه ديالك واش مستعده تزوجي به قالت لي ولدي عمر اللي جات عندك حلوه وسمن مسكينه وقبلات نعم كملي ام ربيعة لا اله الا الله يعني بغيت نقول لكم هذا الكلام بانها شافت يعني الزوج الا في المنام هادشي انا ما فراسيش دابا هاد قالت هاد صرح دابا حيت ما كنصلحش بالمنام ديالي الا كنفخ بيدي كنقول هذا الانسان اللي جاي يخطبني في هذه الدنيا اما نتزوج واما امشي الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن يا مولاي الكريم يا رب العالمين كن فيكن على كل شيء عليه قدير يا صاحب الملك السماوات والارض الله اكبر ومني أدلني لهذا الزواج قلت له تفضل ولكن خليني نسأل نفسي إما ترضى وإما ما ترضاش لا إله إلا الله نعم قال لي نعطيك الرخصة قلت له الرخصة اللي أعطيها لي أنت أعطيها لي الله سبحانه وتعالى سبحانه إذا كنت من جناحي مرحبا ولا كنت ماشي من جناحك الله بعدني منك وبعدك مني السماء من الارض يعني الاخوان هي قالت لي خليني نستخر ربي نعمل استخار هذه إيه. امراه مؤمنه هذه الحمد لله ام ربيعه يعني ملي جبت معك موضوع الزواج شنو قلتي لي انت هي باش قلتي لي مرحبا به وانا هاد الدار وهذه كيفاش بيني لنا في هذه النقطه قلت لك انا مرحبا لديه قلت لك ام ربيعه وتسكني معك في الدار ولكن ملي قلت انا لا هانا نسكنوا معايا في الدار ولكن يكون خصو غير الدار
لا ما يقدرش مربع. لا ما يقدرش مقصرش يقول لي انا شحال وحده وقع على هذا الشيء. لا ما يقدرش السيده مربع البلد المغاربه راه يشاهد هذا الشيء هذا. اييه والله إيه. شفتي مش كنقول لك دابا انت كتكلمي مع الشعب دابا كتكلمي مع الشعب كتكلم مع الشعب. لا ما يقدرش مربعها ما يقدرش وحنا يعني حنا في الحيزه ديالك ما يقدرش السيده ما يقدرش يعني الاخوان ملي قلت لها الطلب قلت لها اني تكون معايا يعني خصنا شي ود الناس ومسكينه شنو خالص قالت لي خصني اللي يحسن بيا واللي يقبل عليا قسما بالله والسيده كيجيبها الخطاب قسما بالله حتى كيجيبها الخطاب ماشي اليوم ندي واحد غدا نطلق اليوم ندي واحد غدا نطلق انا كيخصني الطلاق ديالي تيجي الطلاق من عند الله الله اكبر اما موتي واما موت لا اله الا الله هذاك هو الطلاق ديالي وقلبي حنين وقلبي عاطف على زوجي من مكان ولا يكون فيكون ولا يكون رجل كبير نحمله في ظهري ونخدم به على قدر ما قدر لي الله ويكون البلغه ديال زوجي في باب داري وداره. مربيعة سمحتي لي الله يجزيك بخير انا كنعرف في الحومه بان مربيعة ولاو كيجيوها الخطاب وهذه شنو السبب بان مربيعة يتقدموا لها الخطاب ولو يعني هي كبيره في السن وهذا شنو السبب قول لنا السبب. السبب اللي كيجي تخطبو كيقول لك انا زعما كينات انا موت غادي يورث هو. نعم انا غادي نموت انا الاولى كانهم عندهم نعم عندهم واحد اللائحه قاطينها لارواح ديال الانسان الله اكبر عندهم الله اكبر ما قالوش ديك السيد لا كان تاجر انا غادي نورث فيه باذن الله سبحانه ولا كنت انا درويشه وهو درويش اعطينا ربي شي مشي الى النبي صلى الله عليه وسلم يكون مقامنا تما ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يا اخواني المحسنين والمحسنات قلبي فارح فارح واحد الفرحه اللي ما عندهاش الاساس الا باذن الله سبحانه. الا كان مكتوب في جماجم ما يحيه ولد بنادم ولا كان مكتوب لي باذن الله مرحبا. ان الانسان كيقلب على اليد مع اليد ماشي السن يضحك للسن والقلب فيه الخديعه. خاص القلب ديالنا يكون مغسول ويكون ابيض مثل الحليب الله اكبر. ولا تبسمتي بحال تبسمتي مع السماء وفتحها الله وشفتيها بيضاء وشفتي كل خير في القمر وكل خير في النجوم وكل خير في الشمس. يا إخواني ويا أخواتي يا الأعزاء أنا قلبي الفرحان اللي كتقلب عليا كأنني امرأة ملوحة في الشوك وكتقلب عليا جبدوني من الشوك. أشكركم كثيرا كبار وصغيرا يا أرحم الراحمين ارحم قلبهم بالتوبة والغفران. أمين أمين. بما يأتوا عندي ويبحثوا فيا ماذا أكون وماذا أصرف إلا ما صرفني الله هو يكون فيكون. أنا كرهت ما كرهت شيء. كنشكرك أم ربيعة دابا الحمد لله دابا أنتي مستعدة تزوجي بهذا الإنسان. إلا كان مكتب. أي كنشكرك. إلا كان مكتب. يعني في الأخر هذا الفيديو هذا بغيناك توضحي لنا المشاهدين حيت كنا وقعتنا واحد المشكل هنا في الدار فهمتي لا الفراش كنوقع لنا المشكل غير الفراش هي بغيناك يعني تحكي لنا شي ملخص يعني الحمد لله يعني كزعلك الفراش ديالك فهمتي نعم حيت انا ما كنتش يعني وليت بي ما يعني ما وليتش نجيب عندك كيف ما قلتي لي انت كيجيو عندك الناس كيقولوا لك راه كيستغلك راه كذا راه كذا واش هاد الكلام كاين ولا ما كانش؟ لا كاينه كيقولوها ها؟ كيقولوها ولك مني نعم ما ديتهاش فيهم ولكن امي ربع سمعيني كنأثر فيك هذا الكلام أثر في قلبي حقا نعم ولما نعاود نعم إلا جوج طولة ديال ما عمرتهم ها ما كاين ها ما كاين ها ما كاين فرغت قلبي والله العظيم ونبي الكريم قلبي خفف عليا ديك الساعة الحمد لله والله عليك الحمد حنا ولو هاد المشاكل وحنا نسيتكم ياكس عليك أنا لا قول الحقيقة وما نسمحلكش إلى يوم القيامة. شوف أنا درت فيه قلت له ما باقيش يجي لعندي لداري لما فيمن درتي؟ درت في سيدي عمر اخي ها هو نعم شكون سيدي اخي وابني قلت له ما باقيش يجي لداري نعم
نعم امي، على هذا الشيء هذا اللي نظر. وهذا الشيء انا والله ما قلته انا، دابا انت دابا قلتي الكلام وحنا هذا الكلام بلاصه نخليوه، انا والله ما قدرت نقول هذا الكلام هذا والله حي. ولكن مني ولكن اش قال لك يعني من جهه عندي؟ اسمعني اسمعني، حيت من النهار باش وقع مع العربي المشكل الحمد لله تصالحات الامور صالحات. كون جيت لعندها قلت لها امي ربيعه راه غنمشيو عند وكيل الملك غدا ندفعوا الشكايه. اييه قالت لي غنمشيو في العشيه. واحد النهار في العشيه قلت لها انا غنشهد لك وهتشوفي شي مرا ولا شي واحد وغنمشيو باش يعني نديرو العربي نديرو على العربي. اييه لا غدا جيت عند امي ربيعه لقيت لقيت كلام خور. انا نقول لك لقيت كلام خور. قولي لي اللي قبضت القران والصحف وقريت لقيت كلمتي. قال الانسان هذيك هديه وامانه لا بد تلحق لمواليها، وهما جلسوا فيها وشافوا اللي عجبتهم وشافوا اللي ما بغاوهاش، وبقاو كيدخلوا الناس من الحومه. اجي تشوفوا شنو اللي صار ذو الربيعه، اجي تشوفوا شنو اللي صار ذو لها ولا شفتها. لكن هذيك الامانه خلاها مولاها لعندكم تترسل لي انا، حيت داري كانت مكرفه، وهي كانت في الحقيقه ديال ديك الناس هذه مرسله اليها، ولو تكون جلسه في جلسه لنا لا بد ما توصلوا يعني تعطيوها ديالها. ايه لا بد ما توصلوا لهذ الامانه. واخا ام ربيعه حيد الناس ديالها دابا الله، انا ولو وقع معايا ولو يعني احتقرتيني وشي بقى لي في قلبي، واش انا مع هذا؟ واش دزتك انا؟ لا ما دزتينيش. وصرح يقول شنو كاين. ما دزتينيش. نعم. فرحتيني باموالك، وفرحتيني بالتساوي ديالك من اموالك اللي كتعطيه لي كناكل به وكنتكسى به، اللي كيقولوا لي شحال شريتي؟ كنقول لهم من عند واحد المحسن. انا ما كنعرفش بشحال، كي شراها لي هو وقال لي هاك. وشكون هو؟ ما كنعرفش سميته شكون. ام ربيعة الله يسمح لينا، الله يسمح لينا بالحمد لله ملي كترجع عندنا جاي الى مكان يعني الدنيا هاني ام ربيعة ربي يعالج. ولكن اجي ملي وقع هذا المشكل ديال الدار وهذا ونضاجيج حسن الاخوان راه ناضت البلبله في الحومه. أيه كيفاش هاد السيده صحو كيبني ولا عندنا بعد مساكن بعد اصحاب القلوب المريضه حسن اخوتي كنعيشوا في واحد الحومه مساكن الناس ما عمرهم شافوا ربح، هادشي اللي غنقولها هيدا واحد الحومه واش تفهم؟ يعني الناس موضوع وين الناس؟ السيدة كيبني ولا الدار؟ وقسما بالله كيجي عندي انا واحد كيقول لي وهي راه في راسها، كيجي عندي واحد كيقول لي اصاحبي كتبني لهذه الدار ما عندها لا احمد لا محمد، اجيبني لي انا اجيبني لي انا، وهي حاضرة وحداها هادشي هذا. اييه اييه حداها. قسما بالله الحمد لله تعالى تقبل منا ولا عملنا شي هفوه معاها ولا هذه، الله يسمح لنا. علاش؟ حيت هي في المكانة الأم ديالنا مع أم ربيعة. دابا هاد السيد هذا اللي كيقولوا هاد الشيء كلمة هكا ما عنده لا ولد ولا بنت ولا مرا ولا والو، غير كيدخل في المشاكل ديال الاحسان والاخلاص. علاش كتدخل في المشاكل؟ لانه هو الشيطان، الشيطان هو اللي كيدخل في قلوب الناس اللي كيتبعهم. حنا تابعين محسنين، حنا تابعين الله سبحانه وتعالى، تابعين القران العظيم شنو اللي كيقول، وتابعين الايمان والدين والتقوى. واخا ام ربيعه ما عليناش دابا الحمد لله، كيفاش الحاله ديك دابا كتعيشي؟ احكي لنا. والله العظيم والنبي الكريم عمري بحياتي في دنياتي واخا كنت فهي كنت ولا عمري شفت بحال هاد العيشه هادي. كيفاش زعما دابا مزيان؟ العيشه جاتني مزيانه. الله اكبر. الله اكبر. مزيانه. الله اكبر. كنت كنمشي هكاك للديور ندخل الكوازن، راك كتعرف الكوازن عندك القشوع وديك الشيء، يلاه خسر خسر خسر. فعوض اللي غادي يعطيك الانسان هاك باش تشري اللي قسم لك الله، ديك الماكله كتلقى مربنا في الثلاجه. نعم. هذيك يعملوها في البلاستيكه، وهكا ربيع البركه تعشي بيها ولا هذه. واخا اختي بسم الله توكلت على الله، ملي كنوصل للدار ما كنجي فين نوصل للدار حتى كنجبرها بقا كتعطيها بحال حمار شويه. عندي واحد القناعه ملي كنحط لها ملي كتبرد وكتهرب. الله اكبر. اقسم لك يمينا. يا ولا حول ام ربيعه. انا ملي كنمشي ليله عاوتاني كنقبطها ونحطها، اللهم لك الحمد. كنمشي كندور هكا هكا كتجبر الخبز عندي بقات كتلبس، وكتطلق ديك اللعابه طايبه. نعم. حيت ما كانت عندي لا ثلاجه لا والو. نعم.
كان قبطه ونفردتها هكا ونرش عليها الماء ونجيب في كاس ونطنشرا فيها الماء ونطلق البوطه ونخليها كتبخر. نعم. باش كنسقيها كنسقيها بديك المويها ونسقيها بشويش ديال ماشي ربي بالزويته الملديه. نعم. والسكر والقرفه. نعم دابا ام ربيعه كتعمر كلشي ونعس. الحمد لله. دابا ام ربيعه سمعي حنا حنا عندنا الاصدقاء ديالنا كنحاولوا يعني نشاركوا معاهم المشاكل ديالنا وكلش ديالنا. حيت حنا يعني المسلمين خصنا نتعاونوا معنا في الخير وفي الشر. اييه. في السراء وفي الضراء. نتعاونوا معنا نتعاونوا مع بعضياتنا في اي حاجه. ما كنتعاونوا نتعاونوا مع بعضياتنا. لا بد واخا. نعم حتى دابا هذا الاخ ديالنا مسكين هذا الصديق ديالي وراه معايا دابا فهمتي يعني والاخوان سبحان الله قسما بالله يعني خوتنا المغاربه هما اللي فكروا في الطلب قال لك السيد علاش ما تزوجوش بام ربيعه وسبحان الله انت مشكوره يعني ملي جيت لعندك وطلبت منك الطلب وقبلتي كنقول لك جزاك الله خير والله يحفظ لك البركه والله يرحمك الوالدين يعني ما خيبتيش الظن ديالنا فيك حيت دابا اي واحد يعني يقول هاد السيد كما قلت انت كما قلت السيد انا ما باغيش يعني يجي باش يستغلني ولا يعني باش يشوفني بالدويره ديالي وهذه فهمتي هاد دابا هاد الطلب هو راه جاك وانت ما بغيتيش وانت يعني كطلبي بانه يكون شي ود الناس يكون شي ود الحلال كيف ما كنقول يكون شي ود الخير ونطلب الله عز وجل يجعلو عن يكون عن حسن الظن يكون هذا خير ان شاء الله يعني في الاخر قلت لك لا قولي شي كلمه تسمع عاوتاني حتى هو كيطلب يا ربي اش غطس جناحي في النقره هذا ما كان نعم يا ربي تجيب لي عاوتاني بنت الناس اللي ما تكرفصنيش واللي ما تأذينيش وتكون معايا مؤمنه ومحسنه هذاك هو هذيك هي الدنيا والاخره الله اكبر نعم ام ربيعه نعم مع كل واحد كيقول يا ربي تلاقيني مع محسن مني نعم نعم حتى سي ربيعه حنا كنا نجيبوك السكر كيف ما كيعملوا الناس دابا هذه يعني ها البدايه دابا حنا جينا ها تكلمنا فهمتيني حنا جينا ها تكلمنا دابا ياك هذيك عملوا الناس ياك دابا حنا دابا دابا حنا جينا ها تكلمنا باش نوصلوا هذا الصوت هذا اللي وصلوا فهمتي ودابا في الاخير اختي ربيعه امي ربيعه دعي مع المحسنين يعني يتعاونوا معنا في الدار ما نساوهمش فهمتي المحسنين الاحرار اللي ما نساوكش يعني ويعني فاجاو يعني بدلوا لك هذيك الغمه اللي كانت عندك وهذيك الاحوال الحمد لله يعني دابا شي دعوه ديال الخير من القلب يا الله امي ربيعه يا ربي تفتح ابصارهم للطريق الخير امين يا ربي تجعلهم هم مؤمنين ومحسنين وجزيدهم احسان واخلاص امين يا ربي تزيدهم الحسنات امين يا ربي كيمسحوا لي دموعي وفرحوا لي قلبي كانني في الجنه هذه الدنيا ولم تكن على سته ديال الطبقات غتبقى من مورايا ندي الى الاحسان والاخلاص كما عنديهم اخوتي اللي عملوا هاد الشيء هذا راه عندهم في الخزانه عند الله راه عندهم الحسنات وتمسح من السيئات وتعطى حسنات اللي حط يده في ايمان الله واللي حط يده في هذه الحفره هذه هي حفره ديال الدنيا حنا كيخصنا قصر يكون في الجنه يا ربي مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ومرسل من عند الله في هذه الدنيا يقوم بالواجبات وبالسؤال كما ساله الله وقام بالواجبات وحررنا الدنيا وحررنا دين الاسلام على شكون يسلم نحن المسلمين سيدنا ابراهيم الخليل يا مولاي الكريم لا تحرمهم من الجنة النعيم اللي حط يده في هذا الدار واللي حط يده في هذه المرأة الأرملة يا ربي يا ربي تفتح لهم أبصارهم يا ربي فيما حطوا يديهم تعطيهم رزقهم ساهل ماهل كما جاوا لعندي ما عطيت لا ريال ولا جوج ما عندي منين إلا بالله سبحانه وتعالى كحطيت يدي على حداك والمطر كيطيح والقصدير كيسيل وكنقول كي غادي نعمل ولك مني قلت معملتك الله صليت ركعتين لله انت جيتي حضرتي يا سيدي عمر انا المقلب دابا دعي مع الخطيب ديالك دعي معاه دعي معاه دعي معاه ما نقول خطيبي حتى يكون ضرب كغير ولكن امي ما عندهاش كتكلم دعي معاه امي ربيعه دعي معاه
دايما ام ربيعه والله الا خصك دايما ام ربيعه والله دايما يلا ها الا كان مرضي مع امه بواف اولا لا لا مرضي راه ربي سلطه الله اكبر سلطوا عليا الحمد لله راه عمره ما يخدم لي عمره ما ينفخ لي لا كلها خير ان شاء الله ام ربيعه كلها خير ان شاء الله قلبك الله يجعلك نحسن من الاول ام ربيعه نعم قال لك المراه هي وزوجها كيف حل الام مع الاب الله اكبر اتحسوا في لحد ما قال وما تنهار شي للزوج ديالها وتشاوروا على المزيانه وعلى العيانه صح اما هو ما تبحثش عليه نعم هو خصو اللي يبحث على المراه نعم هو اللي خصو يبحث عليا انا نعم اذا لا عطاني غير 5 دراهم وجبرت طبله مزوقه بالمأكولات والخيرات وياكل ونفض هكا ونوضي تقعد الحمد لله اجي امراه انا عطيتك غير 5 دراهم هذه بشحال هذه بشحال هذه بشحال منين جاتك؟ منين جاتك؟ خليني نعرف الطابله منين جاتك؟ منين جات سميت تزوقت منين تزوقت؟ من سالك هاد الفلوس منين جاوك؟ نعم واش حلال والا حرام؟ انت ما كتخرجي ما كتدخلي منين جاتك؟ اللي كنجيبو لك منين جاتك هاد الطابله هادي؟ نعم دارت فيه مراته قالت له قالت له هذا ما هذا كله من الحلال ولك مني اكليتي في الاول ومسحتي في امك ما قلتيش تهضر عاد وليتي كتقول شني هذا شني هذا خصك في الاول كسالتيني صح هذا وقعت لي ليلي مع المرحوم الله اكبر الله يرحمه المسلمين حتى عطاني 5 دراهم جوا الطابله مزوقه هاك قلت له عبد الله هذا كاين ها ما كاين خير نعم ملي شتي طبله مزوقه لابد عندك حق عطيتيني 5 دراهم قلت لي شي شري لي واحد مسكين ديال الشطيلاش نعم ربيعة دابا قربت قرب يدير اذان المغرب فكنشكرك ام ربيعة على هاد الطلب هذا اللي لفتي لنا وعملتي بوجهنا والله يجازيك بخير نقول لك كيف انت عملتي بوجهي انا نعمل 100,000 و2,000 وجه ديالي الله يجازيك بخير ام ربيعة الله يجازيك بخير كله كانني وانا قلت لك وعاودت لك وهذا الطالب هذا والله العظيم ما صدر من عندي يعني كاين بعض الاخوان قال لك اسيدي هذا السيد خصك تزوجو بهذيك السيده هذا السيد درويش ديك السيده درويشه كيف ما كيقول واحد المازال قالك مسكين دا مسكينه وتهنات البيت ونطلب الله عز وجل هذا الزواج جعلو مباركه طلب الله تعالى يجعلو يجمعو يعني كل مجمع ديالو على الخير كل مجموع ديالو على النيه يعني الصادقة والخالصة لوجه الله تعالى هذا ما كان ام ربيعة كنحيوك وكنقبلوا لك هذا الراس بما انت في المثابة الام ديالنا وكيف ما كتقولي فينا الخير الله يخليك ديما بخير يا بنت الخير هذا الشيء اللي غنقول لك ام ربيعة قدمتوا بخيركم انت الاول تقدمتي الخير ام ربيعة سمعيني الناس مساك المراض الناس مجتمع مرحم ام ربيعة الناس المولوا واحد الناعي عباد الله هادشي اللي ولات عندنا في البلاد السعيده نطلبوا الله الا ما رحم ربي حنا ما كنجبدوش كلشي ولكن في هاد الاماكن وحنا اليوم عندنا هنا في الاحياء ديالنا المراه كتخرج الزرع وتخرج تنقيه برا اي حاجه كديرها برا كتصبن تخرج برا الشريف الله يدخل الدار ديالك دابا انا كنقدر انت كتشوف كنعمل الكريسي ونجلس هكا في لاتي حاطه يدي ما كنجمع مع حد ما كتجلس لا مع جاره ولا انت شتي بعينك لا ام ربيعه واش عندنا هادشي ولا ما عندناش واش راه تنقى اللوبيا تلقى العدس تخرج باب الدار اصلح الشريفه ولا شوف تمشي الله يرحم الوالدين حشومه ورب العالمين كيقول وقرنا في بيوتكم المراه تجلس في الدار ديالها الله يرحم الوالدين واليوم الله تفضل وداك راه داز نعوذ بالله الله يدير تاوي الخير امين امين ام ربيعه تكلمي انا صراحه حتى كنفتخر بك والله العظيم الله يعين والحمد لله والشكر قولي لي اش تقولي يلا باش نمشي بحالنا اللي غنقول لك يكون فيكون والله على كل شيء قدير سبحانه اللي مكتب مكتب الا كان مكتب لي مرحبا الا كنت مكتبه له مرحبا ان شاء الله ان شاء الله يكون فيكم هذا اللي غتسمع مني يلا الاخوان تبارك الله عليكم انتم كيف ما كتشاهدوا حنا جينا هاد الام الحكيمه هاد الام الحنونه جينا عندها وما خلاتناش يعني بلاش هي كتقول مرحبا وسهلا والله يجازيها بخير والله يفتح عليها
الله يمتعها بالصحة والعافية جميع الوالدين ديالنا، الله يمتعهم بالصحة والعافية والله يحفظهم فين ما كانوا، هادشي ما كانوا كنحيوكم، كنقول لهم ربيعة تبارك الله عليك. وأنا راه عارف وعارف ألف المعرفة بأن كل مشاهدينا الكرام غيفرحوا ويعجبهم الحال. وهنا يا أخي الحبيب باش كتشاهد بأن الخير باقي في الأمة، الحمد لله باقي الخير. فسبحان الله العظيم يجي عندهم ربيعة وغرت عليها الطلب وحكيت لها ذاك القصة ذاك القائل يجود علينا الخيرون بأموالهم ونحن بمال الخيرون نجود. سبحان الله فهمازة فهمازة. فكرتيني نعم دابا ملي كتكون عندي أنا شي حاجة هكا وديك الإنسان مع ديك المرأة هذه ما عندهاش نعم كنفد ديك الحاجة ونقول لها بسم الله. عارفين 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 هادشي من ربيع عارفين هادشي كنعرفو هادشي كيعملو يضربو لنا بخضرهم ويلي 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 الناس الناس كيعطيوها وهي كتفرق على الناس. نعم قلت لها اختي كل وكل. الله هي هذه يجود علينا الخيرون بأموالهم. قلت لها كل وكل. نعم نعم نعم. ونهار اللي تخوى الركنة ربي اللي قدر بينا ملي صباح يفتح كما كيقولوا العامية كل واحد المثل ملي صباح يفتح مدبر حكيم. والاخوان هذا ما كان بلا ما نطولوا عليكم، هانتوما سمعتوا كل شيء فهمتي، احنا ما كاين لا فهمتي لا عدل الفيديو لا قطع لا والو، كنشاركوا معكم داك الشيء طبيعي، داك الشيء عادي، مفهوم؟ يعني حتى تعرفوا يعني الواقعه ديال المشاكل وكل شيء، نطلبوا الله عز وجل السيد الله يفتح عليها، الله يفتح عليكم كاملين، تبارك الله عليكم، هنا اقول لكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ديروا مع السلامه ربيعه. يا خويتي والله ما سخيت بكم فرقكم. يا خوتي يا أحبابي يا أحبابي المحبين يا أحبابي المحبين في قلبي يا رب تجيب محسن مني يا رب تجيب محسن مني وتلاقيني مع محسن مني باش قلبي يتغسل ويزيد يا مولاي الكريم أتبعد منا المجرمين يا ربي أتبعد منا الفاسقين أمين يا ربي أتبعد منا يا ربي الظالمين أمين يا ربي يا ربي تأتينا بمحسن منا أمين من النساء ومن الرجال أمين ومن الصبيان أمين ومن العزارة يا الله ومن البنات. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا رب العزيز يلا يا ربي السلام يا رب الحنين يلا مع السلامة. ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. دمتم أحرار والسلام عليكم ورحمة الله.